الجيش في إطار تظاهرة وطنية مبتدئون من أجل الحياة بتدعم وزارة الثقافة. بدينا اليوم 4 ديسمبر 2015 في ميناء صيادة بمعرض كما كنتم تشوفوا دوا معرض للصورة الفوتوغرافية ومعرض لآلات فوتوغرافية آلات تصوير فوتوغرافي للمصور عمر عبيدة حرزلة وكذلك معرض لأدوات الصيد البحري التقليدي في الميناء. جمال شنو تنجم تقول لنا شنو جيت تعمل هوني في البرت؟ في نطاق تظاهرة الصورة والبحر اللي تنظمها دار الثقافة بالتعاون مع دار الثقافة بلمطة ودار الثقافة بقصيم مديوني عملنا معرض من جملة المعارض عملنا معرض لأدوات الصيد البحري العتيقة بالتعاون مع جمعية سيادة المدينة. هذه عينة من أمثلة من أدوات الصيد البحري التقليدية. هي تسمى طراحة. فما نوع من المجل الصغير يقولوا له زف بلغة البحارة وزف اصطادوا به. هدية تسمى مسلة. هدية يرفعوا بها الشباك المقطع. هذايا غزل القديم استعملوه قبل الكيس. شدوا به الكيس. هذايا هدية آلة يطلعوا بها الخفاف من البحر. هذا غزل هذا يصطادوا به الطعم الحوت الجويد بالكل. هذه يقولوا لها الدرينه يصطادوا بها الحوت. هذا المخطف. هذا المخطف معروف. هذه الفتاشه يطيح الغزل في البحر ولا حبل ولا مخطاف هذيك كيما الانسان في البر البير يطيح يصطلم في البير هذيك طلعوا بها كله فتاش. هذه السردمة تاع صنار. وهذه المري اللي يشوف بها البحار يشوف بها نشاف. يشوف بها نشاف هذيك والاله هذه اللي قلت لك عليها بالسنون يهبطها تهبط تقول للنشاف. هذه عينه ثم ياسر امن الجماش يجيبوهم. يعطيك الصحة سي جمال. ميرسي. بس عدن كنت تحكينا شوية على الاكسيون بتاعكم بتاع اليوم. تظاهرة الصورة والبحر هي تظاهرة تقوم بها دار الثقافة صيادة وفي هذه الدورة اندرجت في إطار التظاهرة الوطنية الكبرى اللي هي شبان اللي هي مبدعون من أجل الحياة اللي تشرف عليها وزارة الثقافة وبدعم من وزارة الثقافة. بالنسبة للسنة خرجنا من صيادة اللي هي تشمل 3 مدن اللي هي صيادة، لمطة، قصيمة المديوني باعتبارها مدن ساحلية وتلمس البحر مباشرة ويكون الاختتام التظاهرة يوم الأحد اللي هو اختتام أنا مجمل الفعالية التظاهرة في المنسير أمام مركبة القلب المنسير مع سلك البارون.